العلاج بالماء الساخن على زيادة عمر الإنسان، إطالة عمر الإنسان. هناك عالم روسي الذي أخذ بحثنا وتحدث عن إنجازاتنا وتحدث عن عمل أبحاثه، وجد أن الإنسان يستطيع أن يحقق وصول إلى 300 سنة من العمر، والله أعلم. يساعد على قضاء مشاكل حالة الطقس سواء شديدة الحرارة أو شديدة البرودة. نحن الآن موجودين في دولة الإمارات في الخليج، جو معتدل في الوقت الحالي، لكن لما يكون جو صيف أيضا نتأقلم بسهولة، بالتحديد عندما نواظب على البرنامج الصحي والعلاجي لطريقة تناول الماء الساخن. مهم جدا، وهناك حلقة تحدثنا في هذا الجانب، وفي نفس الوقت يساعد على تأقلم مع الجو شديد البرودة. قبل أسبوعين كنت في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ طبعا 3 سنوات موجودين هناك في فيرجينيا، وطقس جو شديد البرودة أحيانا تصل 20 تحت الصفر، لكن نتأقلم هذا الجو بكل سهولة، لا نشعر بهذا البرودة، مجرد بس لبس جاكيت نشعر بالراحة النفسية ونستمتع بالطبيعة ونمشي في الثلوج ونصور في الثلوج. بعض الحلقات نزلناها ونحن في جو شديد البرودة، هذا كلام قبل أسبوعين فقط، كان هناك عاصفة ثلجية في بلاكسبرغ فيرجينيا. يساعد على قضاء الفقر، طبعا هناك حلقة يحتاج أن نتحدث في هذا الشأن ما يتعلق بالفقر. طبعا قد كثيرين يتساءلون كيف ما علاقة العلاج بالماء الساخن بالفقر، طبعا في حلقة متكاملة تحتاج وقت بشكل دقيق وبتفاصيل. يساعد على وئام وتعايش السلم بين ثقافات مختلفة بين الأمم. عالم أصبح قرية صغيرة في مجتمع بسيط، في كيان بسيط، في مؤسسة معينة أو في دينة معينة أو حتى في قرية معينة، يتعايشون بعض الناس بثقافات مختلفة وتقاليد مختلفة وديانات مختلفة والآخر يتأقلمون، فهذا يساعد في عملية ضبط السلامة الدولية وتعايش السلم بين الأمم. لا نستطيع بجميع تفاصيل، هذا كانت مختصر، بس نراعي أهمية الالتزام الشامل والكلي بالتطبيقات الصحية والعلاجية الستة للماء الساخن، وهي الإيمان بفوائده، التطبيق، الاستمرار، التقدير، المواظبة، فهم زيا بقدر المستطاع. ونسأل تعالى التوفيق لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع السلامة. حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتحديد مدينة دبي. دبي جميلة، دبي تتمتع بأسواق، مدينة راقية، مدينة مشهورة عالميا، جمعات تجارية عملاقة، ومن أكثر ماركات العالمية متواجدة في مدينة دبي. دبي أيضا لديها تخطيط رائع جدا جدا، تخطيط الشوارع، تخطيط المباني وكذا، وكذلك الشعب الإماراتي شعب أخلاقه عالية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاصة للدكتور فارس الحجري، نشره على معارفك ليستفيدوا كذلك، تسجيل ملاحظاتك سواء كانت سلبية أو إيجابية ليستفيدوا الآخرين. فالحياة مدرسة لا نهاية لها من العلم، فهناك كل يوم علم جديد نتعلم جميعا، فالملاحظات السلبية تساعد على التحسين والتطوير وتحقيق المزيد من العلم، بينما الملاحظات الإيجابية فهي جرعة نحو مواصلة المصير ونشر كل جديد في هذا العلم. تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. أخوكم الدكتور فارس الحجري.